بمعنى لا تحمله مخاصمة الخصوم على اللجاج والإصرار على رأيه. الشيء الآخر يقول ولا يتمادى في الزلة، بمعنى لا يضيق صدره من الرجوع على الحق. الشيء الثالث ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، بمعنى لا يكتفي بالحكم بما يبدو له بأول فهم وأقربه دون أن يأتي على أقصى فهم، وأخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند انفتاح الحكم، وممن لا يرديه إطراء، بمعنى لا تستخفه زيادة عليه ولا يستميله أغراء، فانظر في ذلك نظرا بليغا.